السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل القناة التعليمية. ذكرنا في الفيديو السابق حول الحرارة وأهميتها وضبطها في الخلية والأمور التقنية التي يشاركها النحال لضبط درجة الحرارة. هذا الفيديو نتحدث فيه عن الرطوبة داخل الخلية وكم هي المعيار الطبيعي في الخلية. إذا ضبط هذا المعيار نستطيع الحصول على حضنة وإنتاج في الخلية. حول هذا الموضوع يتطرق الأستاذ أبو مازن الأهنومي من اليمن، فكونوا معنا. بالنسبة للرطوبة، رطوبة الخلية تعتمد على رطوبة المنطقة أو الرطوبة الجوية في المنطقة التي يعيش فيها النحل. فكلما كانت المنطقة رطبة أو فيها نسبة من الرطوبة، كلما قل جهد النحل في توفير الرطوبة في عش الحضنة، هو لا يبالي بالمكان الفارغ من الخلية. قلنا أن الخلية تنقسم إلى قسمين، منطقة عش الحضنة ومنطقة الفراغ. فهو النحل لا يبالي إلا بمنطقة عش الحضنة، سواء في درجة الحرارة أو في الرطوبة. فالنحال مهمة أن يتدخل في الوقت المناسب وبالشكل المناسب ليساعد النحل على بذل أقل جهد ممكن لضبط الحرارة من خلال ما ذكرنا، وهو العزل والتضليل أو العزل والتدفئة في الشتاء. بالنسبة للرطوبة، الرطوبة تختلف المناطق. هناك مناطق شديدة الرطوبة الجوية مثل المناطق الساحلية، وهناك مناطق جافة شديدة الجفاف، وهناك مناطق متوسطة. المناطق الجافة جدا أقسى على النحل بمراحل كثيرة جدا من مناطق ارتفاع الرطوبة، لأن في المناطق التي تكون فيها درجات الرطوبة مرتفعة وعالية، فإن النحل يبذل مجهود في تصريف هذه الرطوبة، إما عن طريق باب الخلية أو عن طريق الفتحة العلوية أو عن طريق ما اصطلح عليه بالفتحة السفلية مع العزل من الأعلى كما أشار بعض الخبراء. فارتفاع الرطوبة على النحل أقل كلفة على النحل من انخفاض وجفاف ومناطق الجفاف. مناطق الجفاف يحتاج النحل أولا أن يذهب إلى مصادر الماء، ثم هو لا يحتاج أي ماء، أي نوع من الماء، بل يحتاج من الماء البارد، فقد يقطع مسافات معينة للحصول على مثل هذه المياه، ثم يأتي بها إلى الخلية تكون على شكل قطرات يخرجها من معدته على طرف لسانه، ثم يبدأ بالرفرفة لكي تتبخر هذه القطرة. وانظر كم يحتاج هذه يعني النحل من قطرات من الماء لرفع نسبة الرطوبة في عش الحضنة، لأن النحل يعاني كثيرا من رفع الرطوبة، وخصوصا في عش الحضنة، لأن حتى عش الحضنة يتفاوت في درجة الرطوبة المطلوبة فيه. فمثلا عندكم إطار البيض لكي يفقس يجب أن تكون درجة الرطوبة المحيطة بهذا الإطار من 90 إلى 95%، هكذا قال العلماء. إطار الحضنة المفتوحة يجب أن تكون درجة الرطوبة فيه أو حوالي هذا أو داخل العيون السداسية عند بجوار اليرقات، تكون الرطوبة من 65
من 65 إلى 85 على الأقل. الحضنة المغلقة تحتاج رطوبة أقل، من 50 إلى 65 تقريبا. فانظروا كيف النحل يحتاج، إذا لم يكن، إذا كان الجو جاف جدا، فإن النحل يحتاج إلى بذل جهد كبير عالي جدا جدا جدا، بالإضافة إلى ما يبذله يعني لرفع الرطوبة، بالإضافة إضافة إلى ما يبذله من ضبط، من جهد في ضبط الحرارة. فما الذي على الإنسان أن يفعل في الحالتين؟ في حالة مناطق ارتفاع الرطوبة على النحال أن يوفر فتحة لتصريف، يعني تصلح لتصريف الرطوبة، إما أن يوسع الباب بدل أن يكون لكل إطار سنتي واحد، لا، يجعل باب الخلية لكل إطار 2 سنتي، بشرط يكون الارتفاع لا يتجاوز سنتي واحد، من أجل أعداء النحل. وإن كان 8 ملي، 8 ملي الارتفاع فهو أفضل، يستطيع الدخول، الذكور تستطيع الدخول، لكن بقية أعداء النحل مثل الدبور وغيره لا يستطيع الدخول. يوسع الباب في المناطق الباردة الرطبة، ليستطيع النحل تصريف الرطوبة الزائدة داخل الخلايا. أما في الاتجاه الآخر في مناطق الجفاف، فعليه أن يعمل أكثر من ذلك، عليه أن يوفر مصدر ماء بارد قريب من النهر. 1. 2، يقلل ما استطاع من فراغ الخلية، لأن الرطوبة التي سوف يولدها النحل ستتشتت في فراغ الخلية الفاضي، فيجعل في هذا الفراغ شيء من القش أو مخدة، أو يملأه بأي شيء، المهم يملأ الفراغ بأي شيء، لكي يوفر على النحل تشتت الرطوبة من عش الحضانة. ثانيا، عليه إذا كان الجفاف شديد جدا، عليه أيضا العزل من الأعلى، لأن الحرارة تصعد إلى الأعلى والرطوبة تصعد إلى الأعلى وتتشتت إلى الأعلى، فعليه أن يستخدم أكياس النايلون في هذه الحالة من الأعلى فوق عش الحضنة بالذات. إذا العمل هو أن يملأ فراغ الخلية بأي شيء لكي لا تتشتت الرطوبة إليه. 1. 2، أن يكون فوق الإطارات عازل من المشمع أو البلاستيك، لكي إذا صعدت الرطوبة إلى الأعلى تصطدم بهذا الحائل أو بهذا الغطاء أو بهذا المشمع، وتستقر فوق عش الحضنة، أو تتكثف على هذا. إن وجدت سطحا باردا ستتكثف على هذا المشمع وتبقى داخل يعني الخلية أو حيز الخلية الذي في عش الحضنة. إذا كان الجفاف قد بلغ مبلغ أكبر، وكان النحل كنا أن النحل نرى أن النحل لم يستطع أن يسيطر على هذا الفراغ، يمكن أن نساعد النحل يمكن أن نساعد النحل بإضافة صحن بلاستيكي، في يعني صحن سفري في الفراغ، ونضع فيه قليل من الماء وسفنجات تشفط هذا الماء، بحيث الماء يتبخر من الحرارة ويساعد النحل في تلطيف رطوبة وجو الخلية. أيضا بالنسبة لمن يغذي داخلي، نحن دائما ننصح الأخ النحال أن يغذي 1 إلى 1، لكن في مناطق الجفاف الشديد
عليه أن يرفع نسبة الماء في التغذية السكرية، فيغذي 2 إلى 1 أو 2.5 إلى 1، وإن لزم الأمر يغذي 3 إلى 1. هذا ما أستطيع أن أقوله في هذه المسألة، وأسأل الله أن يكون وفقت لتقريب المسألة ولو بشكل بسيط.